خليني اقول لحضراتكم انه كمان من ضمن اخبارنا النهارده خبر مهم جدا عن احنا يمكن كنا اتكلمنا امبارح ساره على كاس السوبر وعلى تصريحات بعض المسؤولين في نهضه بركان في المغرب انه هم لم يتم ابلاغهم بالميعاد هم مش عايزين يلعبوا وان هم مش عايزين يلعبوا في القاهره وده يمكن واحد من اخبارنا المهمه النهارده. الحقيقه اتحاد الكره برئاسه عمرو الجنايني تلقى خطاب من الاتحاد الافريقي بياكد على انه المباراه هتلعب في مصر، يمكن لم يتم الاستقرار لغايه اللحظه على الملعب اللي يستضيف المباراه، بس هو بالتاكيد مش هيكون استاد القاهره، يعني في كلام على انه يكون السلام او الدفاع الجوي، وفي احتمال ممكن بعيد من بعيد انه يكون في ملعب برج العرب، لكن المباراه هتلعب يوم 10 وهيتم لعبها على ارض مصر ان شاء الله باذن الله. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا في برنامج السادس.